مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. من قناة السعودية نرحب بحضراتكم ونقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. مطارات المملكة تشهد تسيير رحلات دولية بعد تعليق دام أكثر من عام بسبب جائحة كورونا. الداخلية تقرر السماح للمواطنين المحصنين بجرعتين ومن تجاوزت أعمارهم 18 عاما للسفر إلى مملكة البحرين. أكثر من 27 ألف أسرة استفادت من البناء الذاتي لبرنامج سكني حتى إبريل الماضي. أهلا بكم مشاهدين الكرام، وإلى التفاصيل. صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تقرر أن يكون السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين الشقيقة وفق الاشتراطات الآتية: أولا، أن يكون المسافرون ممن تجاوزت أعمارهم 18 عام. ثانيا، أن تكون حالتهم الصحية في تطبيق توكلنا محصنا وأكمل جرعات لقاح كوفيد-19 أو محصنا متعافيا، ولا يشمل ذلك المحصنين بجرعة واحدة، ويستثنى من ذلك الذين يحملون تأشيرة دبلوماسية والدبلوماسيون ومرافقوهم والوفود الرسمية وطواقم الملاحة الجوية وطواقم السفن البحرية وسائقو الشاحنات ومساعدوهم ومن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية. في اليوم الأول من فتح المنافذ البرية في المملكة، شهد منفذ جسر الملك فهد توافد المسافرين إلى مملكة البحرين وسط التزام بالإجراءات الوقائية وإنهاء إجراءات المسافرين بكل يسر وسهولة وفي مدة قصيرة. ولصورة أوضح حول هذا الموضوع، يسعدنا أن ينضم إلينا من منفذ جسر الملك فهد بمحافظة الخبر مراسل أخبار السعودية زميلنا طارق الغامدي. بداية، مساء الخير طارق، نرحب بك معنا في نشرة الظهيرة من قناة السعودية. بودي طارق أن تطلعنا والسادة المشاهدين على آخر المستجدات لديك في جسر الملك فهد بعد سريان رفع تعليق السفر، كذلك ما هي الإجراءات المتخذة للحفاظ على الصحة العامة وتسهيل الإجراءات وسرعة إنجازها للمسافرين عبر المنفذ. تفضل طارق. نعم، نحن الآن في جسر الملك فهد، هذا المنفذ البري الوحيد لمملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية وأيضا مع بقية دول العالم. طبعا هذا المنفذ منذ الساعة الواحدة تقريبا بدأ تطبيق الإجراءات في السفر، خاصة وأن القرار الأخير بإعادة تقييم اشتراطات السفر كانت في وقت قياسي. طبعا جوازات المنطقة الشرقية وتحديدا جوازات الجسر بدأت التعامل مع هذا الإجراء بكل احترافية بالتعاون مع بقية الجهات. طبعا يعني لزياده في التوضيح، ينضم معنا العقيد ضويحي السهري مدير جوازات جسر الملك فهد. سياده العقيد، يعني بدايه دعنا نسال عن ماذا تم خلال يعني اول ساعه من فتح منفذ جسر الملك فهد، خاصه بعد تحديث قرارات او اشتراطات السفر للراغبين للمغادره الى مملكه البحرين. طبعا فور وصول التعليمات الجديده بالسفر للبحرين تم ابلاغها لجميع الموظفين وكذلك الضباط، ولله الحمد كان تجاوب وتفهم المواطنين بالقرارات الجديده جدا ممتاز، وسهلوا علينا عوده المسافرين من الى المملكه، وتم تفويج من تم السماح له وتنطبق عليه الشروط. كيف تعاملتوا، خاصة يعني طبعا ليست بالزحمة المتعارف عليها مثل ما يعرفون اهل المعتادين على الجسر او العاملين في الجسر، لكن الزحمة او التزاحم اللي كان موجود فجر اليوم الساعة الواحدة، كيف استطعتوا ان تتعاملون معه في وقت قياسي والقرار جاء في وقت قياسي؟ طبعا كان تعاون الجهات الأخرى مع جوازات جسر الملك فهد كان لها الأثر الإيجابي، وتم تشكيل في قوة من الدعم لإعادة المسافرين الذين لم تستكملوا شروطهم، وكذلك تفويج من
تنطبق عليه الشروط بطريقة سلسة مباشرة إلى مملكة البحرين. عدد الكبائن التي كانت تعمل، هل كانت بالكامل أو هناك عدد معين؟ كيف كان عمل الكبائن؟ كيف إجراءاتها؟ هذه ودنا يعني لو توضح لنا يا سترة. الكبائن احنا تم دعمنا بعشر كبائن خلال فترة التوقف، بحيث يكون المجموع لدينا 27 مسار، وجميعها كانت تعمل الطاقة الاستيعابية القصوى. الكبائن دائما تكون مفتوحة 24 ساعة، سواء كان في ازدحام أو ما في ازدحام. ولاحظتوا الآن أن جميع الكبائن تعمل ولا يوجد لدينا أي ازدحام. شكرا سعد. العفو، حياك الله. نعم، كان معنا العقيد ضويح السهلي مدير جوازات جسر الملك فهد، أكد لنا أنه يعني الأمور تسير بكل سلاسة. نعم، تقريبا خلال يعني بعد ساعتين من بدء تفويج المسافرين إلى مملكة البحرين، أو يعني إعادة يعني رجوع الذين لديهم جرعة واحدة، تقريبا بعد ساعتين بدأ الجسر يأخذ وضعه الطبيعي، وأيضا لا يوجد ازدحام في الجسر، بالعكس يعني السيارات قليلة جدا مقارنة بالأيام العادية، ولكن يبقى الجسر يعني يعمل مثل ما قال يعني العقيد ضويحي بطاقته القصوى لاستيعاب المسافرين، وأيضا ذلك وفق تطبيق الإجراءات المتبعة، وهي لابد أن يكون المسافر يعني أخذ الجرعتين، أما الجرعة الواحدة وأقل من 18 سنة فيتم إعادتهم إلى المملكة العربية السعودية، وذلك حرصا على سلامتهم ومحافظة عليهم من تعرضهم لا سمح الله لأي مكروه خارج المملكة العربية السعودية. بكل تأكيد زميلي طارق القامدي كنت معنا من منفذ جسر الملك فهد بمحافظة الخبر، شكرا جزيلا لك طارق. بعد منع دام أكثر من عام، فتحت اليوم أبواب الرحلات الدولية أمام المواطنين السعوديين، حيث شهد مطار الملك فهد الدولي تسيير أولى الرحلات الدولية. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. من مطار الملك فهد الدولي بالدمام مع بداية فتح المنافذ أمام سفر السعوديين بعد إغلاق دام 420 يوماً، وتشهد الرحلة الأولى المتجهة إلى مدينة أمستردام 34 راكباً سعودي. أتمت كافة المنافذ استعداداتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، فقد تم التنسيق مع مركز المعلومات الوطني لإجراء الصيانة الوقائية اللازمة للأنظمة الاحتياطية والأجهزة، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة العاملة في كافة المنافذ، ونحن على أتم الاستعداد بإذن الله لتنفيذ الأمر الكريم برفع التعليق عن سفر المواطنين، وتجدر الإشارة أنه لا يزال تعليق السفر بالهوية الموطنية لدول مجلس التعاون الخليجي. اتخذت العديد من التدابير التشغيلية الإضافية استعداداً لاستقبال المسافرين، من افتتاح بوابات إضافية لتنظيم الدخول في كل من طابق المغادرة وطابق الوصول، بالإضافة إلى زيادة مسارات أخرى عند منصة الجوازات. بالنسبة للمواطن السعودي بعد رفع التعليق يتطلب أن يكون مكتمل اللقاحات أو ماخذ جرعة واحدة ومضى عليها أكثر من أسبوعين، أو الحالات اللي تكتب في توكلنا محصن. أما الأقل من 18 سنة ولم يأخذوا اللقاحات فيتطلب عليهم يكون معهم تأمين طبي خارجي للكوفيد 19. إضافة إلى ذلك ننصح كافة المسافرين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية سواء في المملكة أو خارج المملكة. أكثر من 70 موظفاً عند نقاط الفحص لضمان انسيابية دخول المسافرين ومرتادي المطار. اليوم تفتح المنافذ أمام الراغبين بالمغادرة في ظل إجراءات وقائية وفق المتطلبات اللازمة. شيماء الزهراني، مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وفي مطار الملك خالد الدولي بالرياض بدأ في تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار سراييفو الدولي، وأعرب عدد من المسافرين عن شكرهم وتقديرهم للجهات ذات العلاقة على التسهيلات المقدمة لهم في المطار، مؤكدين حرصهم على تطبيق كافة الإجراءات والبروتوكولات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا. كما شهد مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز بجازان تسيير أولى الرحلات الدولية إلى مطار القاهرة الدولي، وأكد مدير المطار مبارك الشهراني مغادرة أكثر من 92 مسافر ممن توافرت فيهم شروط السفر.
وأنهى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة استعداداته وفق الضوابط والاشتراطات الصحية، وحددت بوابات مخصصة لدخول وخروج الركاب من وإلى صالات المطار وتخصيص فريق عمل للمتابعة وتأكيد تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع دخول غير المسافرين إلى الصالات. وللحديث أكثر ينضم إلينا من المطار مراسل أخبار السعودية زميلنا مصطفى عباس. بداية مساء الخير مصطفى، بعد أكثر من عام على تعليق السفر الدولي بسبب جائحة كورونا، اليوم تعود مطارات المملكة إلى تسيير رحلاتها الدولية. أطلعنا وكذلك السادة المشاهدين على الاستعدادات وكذلك الاشتراطات وبوابات السفر المخصصة وكذلك حركة المسافرين اليوم. تفضل مصطفى. اهلا بك زياد وبالسادة الكرام المشاهدين اينما كنتم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. لا شك زياد نقف معكم هنا في مطار الامير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينه المنوره لتسليط الضوء على خامس ايام شهر شوال الذي تم فيه قرار رفع منع السفر للمواطنين للرحلات الدولية. هنا في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز انطلقت زياد أولى الرحلات الدولية المغادرة من المدينة المنورة إلى مطار دبي الدولي، والتي انطلقت في تمام الساعة 9:30 على متنها 90 راكب. اليوم وفق سلطة المطار التي تمثل هيئة الطيران المدني، هناك إجراءات احترازية ووقائية تقدم من قبلهم لجميع المسافرين والمرتادين وأيضا موظفي المطار لضمان سلامة المسافرين وأيضا ضمان سلامة الجميع من الأشخاص الذين يعملون في الميدان. اليوم نقف لتسليط الضوء على تلك الجهود المبذولة من قبل سائر الجهات التي تعمل لضمان سلامة المسافرين وأيضا ضمانا لتطبيق هذه القرارات والإجراءات الاحترازية. من تلك الجهات زياد والسادة الكرام المشاهدين، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهذه الهيئة التي تعمل هنا في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي للوقوف على شحنات المسافرين أو كذلك أيضا على الأمور الجمركية الخاصة بذلك. سوف نأخذ تفاصيل أوسع حيال ذلك. ينضم معي باللقاء باسمكم الأستاذ أحمد الغامدي وهو مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة. أستاذ أحمد، في البداية نرحب بكم عبر قناة السعودية. اليوم من خلال قرار رفع منع السفر للمواطنين في الرحلات الدولية، ما هو دور الجمارك واستعداداتها اليوم في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي؟ حياك الله أخوي مصطفى، وأشكرك على استضافة القناة السعودية، وهذه مناسبة لأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الكريم بمناسبة عيد الفطر المبارك، عهده الله علينا وعلى الجميع باليوم من البركات. زي ما تفضلت، احنا الآن على أتم الاستعداد لاستقبال المسافرين القادمين والمغادرين للمملكة وتقديم الإجراءات الجمركية لهم. أيضا في هذا المجال ومن هذه الاستعدادات ما يخص موضوع الاحترازات لعدم تفشي فيروس كورونا والجميع الأدوات التي تساعد على عدم حدوث ذلك. جمرك المطار أيضا ومثل المنافذ الأخرى مهيئ بجميع الوسائل التقنية الآلية التي تضمن سلاسة الإجراءات وسرعتها لرضا العملاء. التنسيق مستمر مع جميع القطاعات في المطار لتقديم كافة التسهيلات ولتقديم خدمة مميزة لرضا العملاء ولانسيابية الحركة. أستاذ أحمد، يعني مؤخرا دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى جميع المسافرين عبر المنافذ إلى ضرورة الإقرار عما بحوزته من مقتنيات وهدايا، لو تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. أشكرك على هذا السؤال، والحقيقة الهيئة أطلقت حملة توعوية لضرورة الإفصاح للمسافرين القادمين والمغادرين. فالقدوم على المسافر الذي قام ولديه مشتريات أو هدايا بأكثر من قيمة من 3000 ريال أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية الإفصاح عنها لدفع الرسوم الجمركية والضريبة، وأيضا في المغادرة وأيضا في القدوم الإفصاح عن المبالغ التي يحملها والمجوهرات الثمينة بمبلغ 60,000 ريال أو أكثر عليها الإفصاح عنها. إجراءات الإفصاح سلسة وسهلة وتتم عن طريق التطبيق الإلكتروني للهيئة أو عن طريق زيارة موقع الهيئة الرسمي والدخول على صفحة الإقرار. خلينا نختم معك أستاذ أحمد، هل جميع أفراد والذين يعملون في الجمارك محصنين ضد فيروس كورونا؟ بالضبط، نعم، جميع اللي يعملون في ذا تلقوا جرعات اللقاح ولله الحمد وكلهم محصنين لله الحمد.
إذا كل الشكر لضيفي وضيفكم العزيز الأستاذ أحمد الغامدي مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدوري على هذه المعلومات والإيضاحات. اليوم وفي هذه اللحظات أيضا زياد يستعد المطار لاستقبال أولى الرحلات التي سوف ترد وتصل عبر مطار المدينة المنورة القادمة من دولة البحرين من مملكة البحرين. الأمانة يعني منذ الدخول عبر هذه البوابات الخاصة للمطار وجدنا جميع الجهات التي تتكاتف لتحقيق متطلعات المسافرين وأيضا لتحقيق سلامتهم عبر أجهزة حديثة وأيضا عبر أجهزة خاصة للتعقيم، تعقيم الصالات وتعقيم الأماكن التي يرتادها المسافر في هذه الصالة لتحقيق السلامة للجميع. وأيضا طبعا اليوم المسؤولية على جميع المسافرين من خلال تحقيقهم وتطبيقهم لتلك القرارات وأيضا لتلك الإجراءات الاحترازية التي بدولة تضمن سلامتهم وسلامة من يحيطونهم ومن يسافرون معهم في الطائرة. هذا كل ما لدي زياد من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، أعود إليك مجددا لاستكمال ما تبقى لك من فقرات نشرة الأخبار. شكرا لك زميلي مراسل أخبار السعودية من المدينة المنورة مصطفى عباس، شكرا جزيلا لك مصطفى. أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الدليل الإرشادي المحدث للمسافرين متضمنا الإجراءات المطبقة سابقا علاوة على إجراءات وقائية جديدة، وذلك تزامنا مع عودة الرحلات الدولية اليوم بعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج الوطن وفقا للإجراءات الصحية الخاصة بهذه المرحلة. وأبرز الإصدار الجديد عدة إجراءات جديدة للمسافرين، منها اشتراط تطبيق توكلنا عند الدخول إلى المطار، وأن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر وفقا للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة، وأن يقتصر الدخول للمطار لمن يحمل تذاكر السفر عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الوجهة المقصودة. وحث الدليل المسافرين إلى التوجه للمطار قبل الرحلة بوقت كاف والتأكد من الحالة الصحية عند بوابات الدخول إلى صالة المطار. هذا وقد أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية الناقل الوطني للمملكة عن تشغيل رحلاتها الدولية عبر 43 محطة دولية في 30 وجهة حول العالم، بعد بدء سريان قرار وزارة الداخلية رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة. وأكدت الخطوط جاهزيتها لضمان سلامة المسافرين، مشيرة أنها تطبق أكثر من 50 إجراء وقائيا في كل مراحل تجربة الضيف، كما نبهت إلى الالتزام بالاشتراطات التي تفرضها الدول في محطة الوصول، مؤكدة أنه لن يتم ترك مقاعد خالية بين الضيوف على الرحلات الدولية، حيث لم يقر اتحاد النقل الجوي الدولي هذه الفكرة نظرا لأنها لن تسهم في زيادة السلامة بل ستتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر. وللحديث حول المنافذ البرية في المملكة يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف النقيب يونس الزهراني المتحدث الرسمي لجوازات منطقة تبوك. بداية نرحب بك معنا سعادة النقيب يونس في هذه النشرة، بودي لو تحدثنا حول كيف كانت إجراءات بدء استقبال المسافرين عبر منفذ حالة عمار الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية، كذلك عن مدى استعداد المنفذ لتطبيق قرار السماح بالسفر، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أرحب فيك أخي زياد وبمتابعين أخبار السعودية. منذ وقت مبكر عملت جوازات منطقة تبوك بإشراف مباشر ومتابعة وتوجيهات مستمرة من قبل سمو سيدي أمير منطقة تبوك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز حفظه الله، وبالمتابعة من سعادة مدير جوازات منطقة تبوك اللواء خالد بن حمد السويل على تجهيز جميع المنافذ بالمنطقة. وتم بحمد الله رفع الطاقة التشغيلية فيها لضمان تنفيذ قرار سريان رفع تعليق السفر للمواطنين. بالإضافة إلى تم بحمد الله فتح المنافذ البرية والجوية بشكل كامل، الأمر الذي أدى ولله الحمد إلى انسيابية حركة المسافرين مع الأخذ بالاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها في هذا الشأن، حيث يعمل في المنطقة منفذين برية وآخر بحري، بالإضافة إلى منفذ دولي عبر مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز
جميعها بحمد الله قد استقبلت وانهت اجراءات المسافرين بعد التاكد من البروتوكولات الصحيه المتخذه. نسال الله للجميع سفرا امنا وعودا حميدا. نعم. نعم. سعاده النقيب، ما هي الاشتراطات التي تمنع من السفر؟ نهيب بجميع المسافرين الحرص على تطبيق الاجراءات الاحترازيه للحد من تفشي فيروس كورونا، والتاكد من التعليمات المنظمه لذلك في الدوله المراد السفر لها، حتى لا يكون هناك معوقات اثناء سفرهم. بالاضافه الى ان اؤكد على المواطنين التاكد من وجود صلاحيه 6 أشهر في جواز السفر في حال السفر للدول العربيه والاجنبيه، و3 أشهر في حال السفر للدول الخليج. بالاضافه الى ان اؤكد بالالتزام بما يتم الاعلان عنه من قبل الجهات المعنيه بمختلف الوسائل الرسميه. عاملين من جميع المسافرين الالتزام بها وبالاجراءات الاحترازيه المتبعه واتخاذ جميع التدابير الوقائيه للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تطبيق التحقق من الحاله الصحيه للمسافرين اليا عبر انظمه الجوازات بمجرد قراءه بيان الجوازات السفر. نعم. سعادة النقيب يونس الزهراني المتحدث الرسمي لجوازات منطقة تبوك، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في نشرة أخبار الظهيرة من قناة السعودية. مشاهدين الكرام، نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في آخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الحالات المؤكدة إلى 433,980 إصابة، من بينها 7,892 حالة نشطة، معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1,377 حالة حرجة. كما تم تسجيل 1,127 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 418,914 حالة تعافي، فيما سجلت 12 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات 7,174 حالة وفاة، رحمهم الله جميعا. تجاوز عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا في المملكة 11,600,000 جرعة حتى الآن، عبر ما يقرب من أكثر من 600 مركز في مناطق المملكة كافة. وأكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وأمنة، داعية الجميع للمبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي وتلقي اللقاح للوصول للمناعة المجتمعية. تواصل المدينة الطبية لقوى الأمن في مدينة الرياض استقبال عموم المواطنين والمقيمين لأخذ لقاح فيروس كورونا خلال فترة إجازة عيد الفطر، ويمكن لجميع الراغبين بالحصول على اللقاح أخذ موعد من خلال الحجز عبر تطبيق صحتي، حيث يقدم مركز اللقاحات بالمدينة الطبية خدماته من الساعة 12 ظهرا وحتى 8 مساء كل يوم ما عدا يوم الجمعة. وحرصت الفرق الطبية المختصة على توجيه نصائح توعوية وتثقيفية عن كل ما يخص اللقاح، إضافة إلى تقديم بطاقات معايدة وهدايا العيد لهم، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لمواكبة حملة الوقاية أمان. مبادرة معا نتحصن أطلقتها جامعة جازان بالتعاون مع مركز جبال الحشر ولجنة التنمية لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك لخدمة المستفيدين بالمناطق الجبلية وخصوصا كبار السن وذوي الإعاقة. نفذ مستشفى جامعة جازان بالشراكة مع مركز جبال الحشر ولجنة تنمية جبال الحشر
مبادرة معا نتحصن لأخذ لقاح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لخدمة المستفيدين بالمناطق الجبلية وخصوصا كبار السن وذوي الإعاقة. احنا نشعر بالفخر اليوم اننا احنا متواجدين بين طلابنا وخريجي الجامعة لتقديم الخدمات لآبائهم وأمهاتهم. جبال الحشر من الطرق الوعرة التي يصل إليها الناس، الحمد لله ربنا يسرها ووصلنا إلى مركز جبال الحشر في منتصف القرى لكي نستطيع تقديم خدمات التطعيم لديهم. احنا بهذه المبادرة نوفر على ما لا يقل عن 1500 إنسان لقطع مسافة وعورة الطريق، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرة 1700 مستفيد في مراكز جبال الحشر والجانبة والشجعة، وبلغ عدد المتطوعين 63 متطوعا ومتطوعة. أتينا إلى هنا بمشاركة أبناء البلد من خريجي جامعة جازان وطلابها لتقديم الخدمات. الجميع هنا يشعرون بالفخر أنهم جزء من هذه المهمة، وكل الفخر لنا أننا نقدم هذه الخدمة من أهل البلد لأهل البلد. المبادرة قدمت خدماتها لكبار السن والعاجزين داخل منازلهم، مخففة عليهم معاناة الذهاب للمراكز الصحية لوعورة مناطقهم. زاهر المالكي، جبال الحشر. نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في الأمانات والبلديات التابعة لها بجميع مناطق ومدن المملكة أكثر من 35 ألف جولة رقابية وتفتيشية خلال أيام عيد الفطر المبارك لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وقد تمكنت الفرق الميدانية من تسجيل 360 مخالفة عدم تطبيق الاشتراطات البلدية والبروتوكولات الصحية، واستهدفت الجولات المطاعم والمقاهي ومنافذ بيع الأطعمة ومحال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بجميع مناطق المملكة. كما دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، دعت جميع العاملين في هذه المنشآت والقطاعات إلى التحصين وأخذ لقاح فيروس كورونا حرصا على تعزيز المناعة المجتمعية ومساندة للجهات الحكومية، بل للجهود الحكومية التي تبذلها حكومة المملكة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. تستعد المجمعات والمحال التجارية لاستقبال زوار العاصمة المقدسة من خلال تطبيقها كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الجميع تزامنا مع الإجازة الصيفية. وللمزيد من التفاصيل يلتحق بنا من مكة المكرمة مراسل أخبار السعودية زميلنا أيمن الثبيتي. بداية مساء الخير أيمن، رحب بك معنا في نشرة الظهيرة. بودي أيمن لو تطلعنا والسادة المشاهدين عن مدى التزام المجمعات التجارية بالبروتوكولات الصحية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة مع بدء موسم الإجازة، تفضل. نعم، شكرا لك زميلي، أحييك وأحيي كافة متابعي قناة السعودية، وأنا أتواصل معك ومع المشاهد الكريم من هنا من العاصمة المقدسة، حيث تستعد المجمعات التجارية هنا بمكة المكرمة في استقبال زوار العاصمة المقدسة. كما تعلم، تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي هو مطلب مهم لضمان سلامة الزوار وأيضا ضمان سلامة العاملين هنا في المجمعات التجارية. ارتباط مكة المكرمة بالمسجد الحرام أيضا هي فرصة كبيرة جدا لمن يرغبون أداء العمرة والحصول على تصريح أداء العمرة والصلاة داخل المسجد الحرام من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. هي أيضا تعتبر فرصة لمن يتمتعون بالإجازة الصيفية، أي هناك استكمال لكافة الاستعدادات التي تضمن سلامة الزوار وتضمن سلامة مرتادي هذه المجمعات التجارية من خلال التأكد من تواجد ملصقات التباعد المكاني داخل ممرات هذه المجمعات التجارية، أيضا تطبيق العديد من الإجراءات
الاحترازية، أيضا ما أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال حملة ممتثل، وهي ملصقات متعددة متواجدة على مداخل المحلات التجارية، هو امتثال من يعملون في هذه المجمعات التجارية والمحلات، وأيضا امتثال المتسوقين بلبس الكمامة، قياس درجات الحرارة، وأيضا التعقيم المستمر داخل المحل وأيضا داخل المجمعات التجارية. هناك العديد أيضا من الفرق الرقابية التي تنفذها أمانة العاصمة المقدسة على هذه المجمعات التجارية للتأكد من تطبيق البروتوكول الصحي. مع ارتفاع درجات الحرارة هنا في مكة المكرمة يزيد الإقبال على المجمعات التجارية بشكل كبير جدا لقضاء الإجازة الصيفية، وأيضا في الأيام السابقة قضاء إجازة عيد الفطر المبارك. هناك تجاوب كبير وتعاون أيضا من الأهالي من خلال تطبيق البروتوكول الصحي بتحقيق التباعد المكاني، وأيضا عدم الكثافات سواء داخل الألعاب ألعاب الأطفال أو داخل المطاعم، وإنما هناك احترازات كبيرة لضمان سلامة المتسوقين وأيضا التأكد على أصحاب المجمعات التجارية من خلال الفرق الرقابية بتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كبير وبشكل مهم جدا. على نطاق آخر أيضا نتحدث أن المنشآت الفندقية المحيطة بالمنطقة المركزية أيضا هي تتأهب لاستقبال زوار المسجد الحرام من خلال نسبة إشغال معينة، فبالتالي مع الإجازة الصيفية سوف تكون الحركة نشطة بمشيئة الله تعالى هنا في العاصمة المقدسة. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ الجميع وأن يتمتع أيضا أبناء المملكة العربية السعودية بهذه الإجازة، وأيضا زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في هذه الإجازة. بكل تأكيد زميلي أيمن التبيتي مراسل أخبار السعودية كنت معنا من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك أيمن. أعلنت وزارة النقل عودة الحركة المرورية على جسر الخليج بمدينة الرياض بعد عملية استبدال فواصل التمدد للجسر ضمن أعمال الصيانة الدورية التي تجريها الوزارة للطرق والجسور في المملكة تعزيزا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين تحقيقا لأهداف ومبادرات رؤية 2030. انطلقت مشاركة الهيئة السعودية للسياحة أمس وعلى مدى 4 أيام في معرض سوق السفر العربي بمركز دبي التجاري العالمي، وهو الحدث العالمي الأبرز في قطاع السفر والسياحة بالشرق الأوسط. ويقدم جناح الهيئة السعودية للسياحة يقدم بمشاركة العديد من العلامات التجارية والشركاء في صناعة السياحة بالمملكة لمحات مضيئة عن الكنوز والوجهات والمعالم والتجارب السياحية، مسلطة الأضواء على التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي والاجتماعي. ويقام هذا العام تحت شعار بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة. أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية هدف عن دعم توظيف أكثر من 26,000 شابا وشابة التحقوا للعمل في أكثر من 8,000 منشأة في القطاع الخاص، وذلك في شهر إبريل الماضي 2021 من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية. وأبان الصندوق أن عدد المستفيدين الذكور من خدمات وبرامج دعم التوظيف للفترة ذاتها تجاوز 12,000، بينما تجاوز عدد المستفيدات الإناث 14,000. ويقدم هدف مبادرات وبرامج دعم وتدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن، ومنها برنامج دعم التوظيف وبرنامج التدريب على رأس العمل وبرنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني دروب.
سجلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي ضمن برنامج سكني منذ شهر يناير الماضي وحتى نهاية أبريل أكثر من 27 ألف أسرة، وذلك في إطار جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية وتمكين من يملكون أراض من بناء وحداتهم السكنية وفقا لرغباتهم واحتياجاتهم، وسعيا لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقا لأهداف برنامج الإسكان. يأتي هذا العدد ضمن إجمالي الأسر المستفيدة من سكن خلال الأشهر الأربعة الماضية، والتي تجاوزت 89 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، الذي يستمر في تسهيل خيارات وخدمات التملك عبر موقع وتطبيق سكني من خلال إجراءات بسيطة وميسرة. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. شارك المندوب الدائم للمملكة السفير عبد الله المعلمي في اجتماع المجموعة العربية في نيويورك المنعقد افتراضيا لمناقشة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تنسيق التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وبحث سبل تنسيق المواقف للتحرك في الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لا سيما الأخيرة على المدنيين والأطفال، ليطلع المجتمع الدولي بواجباته لحماية المدنيين. نفذت وزارة الداخلية في محافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة اليوم حكم القتل قصاصا بالجاني عادل ابن أحمد ابن محمد الزهراني سعودي الجنسية لإقدامه على قتل عبد القادر بن هجاد بن هباش الزهراني سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته. وأسفر التحقيق مع الجاني عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، ووزارة الداخلية تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم. توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئيا مع فرصة تكون للسحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة ومنطقة حائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وسماء غائمة جزئيا على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية. مشاهدينا الكرام، نشرتنا انتهت. إلى العناوين. مطارات المملكة تشهد تسيير رحلات دولية بعد تعليق دام أكثر من عام بسبب جائحة كورونا. الداخلية تقرر السماح للمواطنين المحصنين بجرعتين ومن تجاوزت أعمارهم 18 عاما للسفر إلى مملكة البحرين. أكثر من 27 ألف أسرة استفادت من البناء الذاتي لبرنامج سكني حتى إبريل الماضي. لم يبقى مشاهدينا الكرام إلا أن نذكركم بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي لأنهما عاملان مهمة لتجاوز هذه المرحلة. نشكر لكم كريم المتابعة، في أمان الله وكل عام وأنتم بخير.